السابق كانت بها شوائب كثيرة. قانون اعتبرته منذ أن كان مشروعا إلى اليوم قانونا متخلفا عن المسار الذي تعرفه الصحافة الرقمية. وهذا التخلف لا أعبر عنه أنا شخصيا كمركز وطني للإعلام وحقوق الإنسان، بل مجموعة من المنظمات، يمكن أن أقول حتى النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأيضا فدراية الناشرين، قالوا بأن الصيغة النهائية لهذا القانون لا تشبههم ولم يساهموا في 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 النقاش فيها، بل وضعت بشكل انفرادي بعد أن تمت المشاورة بينهم في المرحلة الأولى. أذكر أيضا أن هناك بعض الوزراء السابقين اعتبروا هذا القانون قانونا متخلفا، وهو وزير أسبق الأستاذ نبيل بن عبد الله في حوار له قال أن الصيغة التي وضعها عندما كان وزير الاتصال سنة 2005-2006 كانت صيغة متقدمة على ما هو موجود الآن. عندما يتحدث وزير السابق يقول أن الصيغة التي قدمها متقدمة جدا، هذا يعني أن الصيغة الحالية صيغة متخلفة ورديئة، وتتحمل الحكومة السابقة والوزير السابق الخلفي هذه الصيغة التي جاءت لم تأتي بالطريقة التي يرغب فيها المهنيون العاملون في مختلف وسائل الإعلام الرقمي، سواء في طنجة الدول الحسيمة أو في باقي جهات المملكة. إضافة إلى أن هذا القانون، هذه المدونة وخاصة قانون النشر والصحافة، أصبح متجاوزا لا يسمح لشيء. في الوقت الذي حكم صحفيون ويحاكم 4 صحفيين آخرين بقانون غير قانون الصحافة، يحاكمون كل صحفي الذين حكموا 6 صحفيين بالقانون الجنائي. وبالتالي نتساءل لماذا وضع هذا القانون، وتأتي الحكومة وتتبجح، خاصة الحكومة السابقة، تقول أن قانون الصحافة والنشر خال من ماذا؟ من البنود السالبة للحرية. إذا كان هذا القانون خامس من البنود السالبة للحرية، لماذا يوجد صحفيون في السجن الآن؟ الحكومة السابقة وخاصة الوزير السابق مصطفى الخلفي ووزير وزميله أيضا في وزارة العدل والحرية السابق، عليهم أن يجيبوا عن هذا التساؤل الكبير. قانون خالي من البنود السالبة للحرية وصحفيون صحفيان في السجن، و4 صحفيين محكوم عليهم ابتدائيا بستة أشهر موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية. نحن في المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان ندعو إلى إلغاء هذا الباب السادس من قانون الصحافة والنشر. ندعو إلى إلغائه لأن به ثغرات، بتناقضات، يحمل الصحافي المهني العامل في الصحافة الرقمية أكثر مما يتحمله الصحفي العامل في غير الصحافة الرقمية. على الصحافي العامل في الصحافة الرقمية سواء كان مديراً أو صحفياً عادياً في هيئة التحرير، أولاً أن تكون له بطاقة صحافة، ولكن معها بطاقة للتصوير الخارجي، للتصوير السمعي البصري. في الوقت الذي لا يحمل الصحافي العامل في الصحافة الورقية إلا بطاقة واحدة ويصور بكاميراته بالطريقة التي يريد. إلى جانب ذلك أن من بين ثغرات وتناقضات الباب الخاص بالصحافة الرقمية في قانون الصحافة والنشر، أن على مدير النشر، إذا كان مدير النشر للصحافة الورقية يضع ملف واحد ووحيد لدى النيابة العامة، فعلى مدير النشر للأسف الشديد، وقلتها منذ 6 سنوات وأعيدها اليوم، أن يضع ملفا في 4 مؤسسات، تبدأ بالنيابة العامة، وبعد ذلك بالوكالة الوطنية لتقنية المواصلات، وأيضا بالمركز السينمائي المغربي للحصول على بطاقة التصوير الخارجي، ورابعا أن يضع ملفا في الهيئة العليا للسمعي البصري، لأنه يعمل أيضا على فيديوهات داخل هذا الموقع. إذن ليس هناك توازن بين الصحفي المشتغل في الصحافة الرقمية والصحفي المشتغل المهني في غير الصحافة الرقمية. نحن أيضا نضيف في المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان
أن هذا القانون قام بالتضييق على الحريات، الحرية التي كان ينعم بها الصحفي والعالم في الصحافة الرقمية منذ 20 سنة. جاء هذا القانون للتضييق على هذه الحريات. لذلك نقول أن هذا القانون يجب إلغاء ذلك الباب الخاص بالصحافة الرقمية وإعادة قانون جديد يشترك فيه المهنيون العاملون في الصحافة الرقمية، إضافة بطبيعة الحال إلى خبراء في الإعلام الرقمي المغربي. إذن هذا التضييق يدفعني للقول للأسف الشديد، وفي هذه الأيام التي صدر فيها التقرير الدولي لمراسلين بلا حدود، أقول يكفينا هذا يكفينا تكفينا عفوا هذا الرقم المتخلف للأسف الشديد الذي يضع الدولة المغربية في مرتبة سيئة. يمكن أن نقول أننا لم نراوح مكاننا 135. تعلمون أن هذا القانون، أن هذه المدونة وخاصة قانون الصحافة والنشر الذي تمت الموافقة عليه سنة 2016 لم يضف شيئا لتقدم المغرب في الترتيب العالمي. وضع سنة 2016 كنا في سنة المرتبة 136، 2017 135، هذه السنة 135، بمعنى أن هذا القانون لم يضف شيئاً، رغم أنه من بين المؤشرات السبعة التي تضعها جميع المنظمات الدولية، من بينها اليونسكو ومراسلين بلا حدود، من بين هذه المؤشرات المؤشر القانوني، بمعنى أن هذا التقدم المغشوش الذي يقول أن هناك أن هذا القانون خالي من من البنود السائبة للحرية، للأسف الشديد لم يضف شيئاً لا في ترتيبنا العالمي ولا في توسيع هامش الحرية والديمقراطية في الوسط الإعلامي، خاصة إذا علمنا أن هناك دولاً عربية والعديد من الدول الإفريقية في مقدمة الترتيب العالمي الذي وضعته مراسلون بلا حدود. في بعض الأحيان نقول بيننا عندما نمزح، هل واش انت معنا ولا مع غانا؟ غانا أيها السادة الكرام ترتب في المرتبة 27 عالميا في الترتيب، في ترتيبها حول حرية التعبير والصحافة 27. صحيح أن هذه السنة تأخرت بأربع نقاط، في السنة الماضية كانت ترتب 23، اليوم 27. ولكن هناك دول إفريقية أخرى متقدمة بشكل كبير، ناميبيا 23، الكاب فيغ الرأس الأخضر 27، جنوب إفريقيا 31. تعلمون أن هذه الدول الإفريقية متقدمة عن فرنسا وبريطانيا في الوقت الذي نرى بعض الأوساط الرسمية وغير رسمية تقوم بالرد على هذا، من حقها أن ترد على هذا التقرير الدولي. ربما أعتقد أن المغرب من الدول القليلة جدا التي ترد، بدلا أن تشتغل على توسيع حرية الصحافة وتشتغل أيضا على توسيع هامش الديمقراطية لفتح المجال للعاملين في الصحافة المغربية ليشتغلوا بشكل حر ونزيه أكثر، تقوم فقط بانتقاد هذا. صحيح أن ننتقد إذا كانت هناك نقاط قوية للانتقاد، ولكن علينا نحن أن نشتغل من أجل تقوية فضائنا، فضاء الحرية داخل البلد. العديد من الدول الإفريقية كنت متقدمة عن المغرب، منها بوركينا فاسو، بوتسوانا، السنغال، مدغشقر، نيجر، مالاوي، كوت ديفوار، تونس، غامبيا، موريتانيا، البنين، كينيا، إلى غير ذلك من دول، حوالي أكثر من 20 دولة إفريقية متقدمة عن المغرب. في الوقت الذي لدينا نحن هنا في المغرب مقومات قوية، لنا صحفيون متميزون يمكن أن يشتغلوا بشكل قوي في هذا الفضاء. عندما نتحدث عن بعض التجاوزات أنا سأعود لأن كل ما بني، لا أقول على باطل، كل ما بني بشكل مرتبك يستمر ارتباك فيما بعد. نتحدث عن التجاوزات، يتحدثون عن التجاوزات التي يقوم بها الصحفي، ولكن يجب في البداية أن نشير إلى أن هناك تجاوزات قامت بها الحكومة المغربية، وتحدث عن الحكومة السابقة، حكومة بن كيران السابقة،
عندما كان وزيرها في اتصال السي مصطفى الخلفي ووزيرها في العدوى الحريات السي مصطفى الرميل، عندما تقوم وزارة بالتحايل على القانون وترسل سنة 2013 مذكرة، وزارة الاتصال في الخلفي تحايلت على كلمة الصحافة، الصحافة في الفصل 5 في الفصل 5 الذي ينتمي الى القانون السابق الى ظاهرة 1950، واعتبر الخلفي ان هذه الكلمة كلمة الصحافة يمكن ان تكون لصالح الصحافة المكتوبة والصحافة الرقمية. تصوروا، يمكن لكلمة الصحافة ان تتحدث او ان نعتقد انها صحافة رقمية في 58، حتى البنطلون لم يكن الذي تفكر في الانترنت نهاية ستينيات القرن الماضي لم يكن يفكر في الخمسينيات أن هناك ربما في المستقبل قد تكون هناك صحافة رقمية وأن يكون هناك إنترنت. قامت وزارة الاتصال آنذاك بهذه القراءة المتحايلة على كلمة صحافة في الفصل 5 من قانون 58، وراسلت وزارة العدل والحريات التي كانت بيد السي مصطفى الرميل، رسلت النيابات العامة لقبول ملفات الصحافة الرقمية. هناك مذكرة أرسلت جميع النيابات العامة في المغرب يطلب منهم وزير العدل والحرية السابق قبول الملفات. تصوروا في الوقت الذي كان فيه النواب الملك النيابات العامة ترفض، لماذا ترفض؟ لأن هناك فيه قانون لا يمكن أن أقدم أن أعطي إشهادا لموقع رقمي إخباري في غياب قانون. ولكن هذه المذكرة التي جاءت من الوزير السابق وزير العدل والحريات فرضت للأسف الشديد على النيابات العامة أن تقبل. التحايل الثاني للأسف الشديد أين هو؟ عندما وضعت نفس الحكومة قانونا سنة 2016 طالبت من النيابات العامة أن ترفض تلك الإشهادات التي منحتها سنة 2013. إذن عندما نطالب الصحفيين بالالتزام ببعض الأخلاق والتجاوز بعض التجاوزات وتفادي بعض التجاوزات على الحكومة السابقة على بعض وزرائها أن يلتزموا بهذه الأخلاق وبهذه القوانين. شكرا لكم.